كما كتشوفوا انا في خلفي كاين المختبر المتنقل اللي تم التجهيز ديالو مؤخرا من طرف المعهد الوطني للصحه في اطار واحد الشراكه اللي بين وزاره الصحه والجمعيه المغربيه الطبيه للتضامن. الدور ديال المعهد الوطني للصحه كان هو تكييف هاد الشاحنه هذه باش تولي مختبر متنقل. لذلك راه كما غادي تشوفوا الداخل ديالها فيها ثلاثه ديال المحلات، فيها محل كنستعملوا فيه استئصال ديال الحمض النووي ديال الفيروس، وفيها واحد المنطقه اخرى كنزيدوا فيها الكواشف، وعاد كاينه المحل الثالث اللي او الثوازيام سال اللي هي كتكون ديال لامبليفيكاسيون باش نشوفوا واش كاين المرض في العينه ولا ما كاينش المرض. اذا هذا المختبر المتنقل راه تضاف على هذوك المختبرات القاره اللي كاينه دابا واللي واصل العدد ديالهم 15 اللي كاينين في انحاء المغرب. والدور ديال هذا المختبر هذا اللي تم التفكير في الانشاء ديالو هذه تقريبا واحد شهر ونص حنا كنفكروا فيه باش يمشي للمناطق اللي ربما كتكون بعيده على المختبرات القاره، ولا يمكن ليه يمشي حتى للمدن الا كان عليها شويه ديال الضغط الزايد باش يخفف الضغط. اذا المختبر غادي يكون فيه تقنيين ديال المعهد الوطني للصحه غادي يبدا يمشيو معاه فين ما مشى، وبدا يقوموا ديال التحاليل في البلاصه اللي تعينت لهم، ومن بعد غيغيروا المكان كل وغيمشيو للمكان اللي فيه الحاجه باش يلتحق به. هذا المختبر هذا المتنقل راه هو مختبر هو الثالث يعني من نوعه، لان المعهد الوطني للصحه منذ نشاته صايب جوج قبل. الاول كان في 1955 والثاني في 1977، وكانوا الاول والثاني كانوا كيخدموا في مجال او الكشف على الملاريا والبلهارسيا، ودابا حاليا راه جا هذا المختبر المتنقل في اطار محاربه هذا الفيروس المستجد ديال كورونا فيروس. دابا المخطط الاول فيه غدا ان شاء الله غادي ينتقل للجهه ديال فاس مكناس، هذه اول مهمه ديالو، ومن بعد غادي يكون برنامج اخر لجهات اخرى على حسب الحاجه ديال كل جهه. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.